متعة الأدب. مدائن الشوق تسجي الحب شريعة رفاقة بين عشق الغيث والسحب. تميد في قبقة الأنسام والهة على القوافي كرمش العين والهدب. الليلة ليلة الجمال والنقاء والعذوبة والصدق والإبداع. لسنا هذا المساء في حضرة الشعر الجميل وحده، بل نحن أمام شخصية استثنائية جعلت لحظات الحياة كلها ركضا في نفع الناس ورسم البسمة على وجوههم وحل مشكلاتهم وتقديم الكلمة العذبة الصادقة لهم. نحن الليلة مع أديب أحسائي يموج جمالا وروعة وسموقا كنخيلها الباسق. نحن مع علم بارز يهندس الكلمة العذبة ويأخذ بمشاعر المتلقين إذا تحدث أو أنشد شعرا. مع مبدع يأخذ بناصية اللفظة ويطوعها في سياق أدبي عذب جميل. أخاذ يبني في النفوس الذوق الدائم للأروع والأجمل والأرقى والأنقى والأصدق. تسلل إلى خفايا الإنسانية والمشاعر الزوجية العذقة بشذا الطهر، فعبر عنها تعبيرا فاتنا أخاذا. لا تملك معه إلا أن تسلمه قيادة روحك. إنه شاعرنا الكبير الدكتور خالد بن سعود الحليبي. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام. نعم، إنه شاعرنا المبدع الجميل الدكتور خالد بن سعود الحليبي. تعرفونه في مسارات متعددة ويعرفه الإبداع في مسارات متعددة، لكننا الآن اجتنبناه إلى عشه الأصلي الذي هو عش الأدب والإبداع. أهلا بك يا شاعرنا الحبيب، وأنا والله سعيد بك جدا. أنا والله من قديم، وأنا يعني منذ أن كنت طالبا في المراحل الأولى من دراستي، وأنا يعجبني أن أستمع لك وأن أتابعك وأن أتشبه بك أحيانا. الله يسلمك ويبارك فيك دكتور حبيب، مرحبا بك، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وتتوجتني منذ البدء بتاج قد لا أستطيع حمله. بارك الله فيك. ولا شك الأدب رحم، وكما يعني ربما قرأت لي تقول وأنت طالب كأنك صغرت نفسك. نعم، هذا الذي أريده. نعم، ولكن أيضا أنا قرأت لكثيرين واستفدت منهم، وأتوقع ليست القضية خاصة الأدب ليس فيه من يفيد ويستفيد بقدر ما فيه من التناص كما يقال. يا سلام. وهذه الكلمة والمعنى يرحل من قلب إلى قلب. ودائما حقيقة أخذ برأي ومذهب من يقول أن صاحب الفكرة من يصوغها أفضل. يا سلام. أين؟ يا سلام يا سلام. دكتور خالد، دعنا نبدأ من القضية المحورية عندنا هذا المساء، وهي لماذا اختطفك جانب الاستشارات والنفع العام وما يتعلق بالبناء الأسري وما يدور حولها من حياض الأدب؟ هل هذا الاختطاف حقيقة؟ ثم ما حدود العلاقة بين نشاطك الهائل الآن في نفع الناس اللهم بارك مع إبداعك الأصلي مع الشعر أصلا؟ حقيقة أنا نشأت في بيئة أدبية، والأحساء يكاد يكون تحت كل نخلة شاعر أو أديب. أشهد بذلك. والأسرة التي أيضا أعيش فيها بدءا بالخال حسن اللي هو خال الوالد شاعر، وكذلك في داخل أسرتي الصغيرة. نعم، أنا أول يمكن من أنشأت الحرف في داخلها الشعري بحكم لأني كنت رقم واحد فقط في الأولاد، وإلا فأخي محمود أشعر مني. ثم يعني بدأت مع الحرف الشعري مبكرا جدا، يعني منذ بدايتي في الابتدائية وهبني الله صوتا لا بأس به، فكانوا يأخذوني يعني إلى الإذاعة لأنشد، فتعلقت بالشعر المنشد. ثم بدأت أحاول حتى أن أكتب هذا الشعر المنشد فأنشده. انتقلت إلى المعهد العلمي، والمعهد العلمي الحقيقة كلية في ذلك الوقت كان أكثر من كلية. بعض الدروس التي درسناها في المعهد العلمي الآن تدرس في كلية اللغة العربية وكلية الشريعة حتما، هذا الأمر وقد رأيتها تدرس، درسناها هناك. هذه البيئة المغذية للجانب اللغوي والجانب الشعري جعلني أقرب إلى الشعر وأقرب إلى الجانب الأدبي دون شك.
حتى قدر أني في مرحلة الدكتوراه اخترت عمر بهاء الدين الأميري بحكم أنه توفي رحمه الله في السنة التي كنت أسجل فيها. وتعرف شروط الجامعات أنها تختار الشخص إذا كان متوفى لاكتمال التجربة بالنسبة له. وهو كما نعلم شامة في جبين الأدب الإسلامي، بل إذا عددنا الصف الأول من الشعراء والأدباء الإسلاميين سنجد عمر بهاء الدين الأميري سيكون نعم في الصف الأول حتما بكثرة نتاجه ولجودة بعض هذا النتاج وترقيه إلى المستوى الذي نافس به بعض حتى الشعراء الذين كانوا في وقته. لما درست شعر الأميري وجدت أنه شاعر الأسرة دون منازع في العربية، حتى أنه كما نعلم أنتج ديوان أمي وديوان أب ورياحين الطفولة، وعدد من قصائده تناثرت هنا وهناك، وكانت قصيدته أب شهيرة قد نالت شهرة واسعة وطبعت، حتى هو كان يغار منها وكان يقول أنها هي القصيدة المحبوبة، ونالت أيضا ثناء العقاد، والعقاد بخيل في النقد كما نعلم، لا يمكن أن يشير إلى شيء أنه متميز إلا وقد اقتنع به تماما، وطارت أيضا شهرة القصيدة بعد مقولة العقاد أيضا الشهيرة فيها. بعد أن انتهت مرحلة الدكتوراه وجدت نفسي في عمق الجانب الأسري، لأني وأنا أحلل شعره وجدت أنه قريب من حتى مما يسمى نظريات علم النفس، فهو يتحدث عن الطفولة وأن هذا الطفل الذي يفكك ألعابه ويسمونه الناس مخربا هو يرى أنه يبحث وأنه طفل متميز وذكي، فهو لذلك يفعل هذا الأمر. فصرت أبحث في كتب علم النفس وصرت أقرأ حتى وجدت نفسي في وسط، انتهت الدكتوراه سلمتها وناقشتها ولله الحمد، ثم بدأت مجلة أسرية في داخل المسجد، كانت حتى يعني أذكر بعد صلاة العشاء ويحضرها نحو 50 امرأة من الحي وبعض الرجال، لأني كنت أوجه للنساء أكثر. حتى لما طرحت فكرة في جريدة اليوم قلت يعني إلى متى نحن دائما نعتني في جمعياتنا الخيرية بالأجسام، المأوى المسكن المأكل المشرب، لكن نتعامل نحن مع بشر، والمشكلة الطلاق تتفاقم يعني بين عام 13 إلى عام 34 ضعف، ضرب 2 في الأعداد الطلاق، حتى بلغت أكثر من 34,000 حالة في سنة واحدة. فطرحت الفكرة من يمكن أن يقوم بهذه المهمة، لكن للأسف لم أجد صدى لكلامي، فقلت أنا أحمي الراية. بدأت الحمد لله في الأحساء، ثم انتشرت الفكرة والله الحمد في عدد من مناطق المملكة، ولنا زملاء سبقونا يعني أيضا في الرياض وفي جدة، لكن يمكن فكرة مركز التنمية الأسرية المكتملة هي الحمد لله بدأت هنا وهناك. لكن لم يختطفني العمل الأسري أو الاجتماعي عن الشعر تماما، فلا أزال أكتب، وحولت أيضا بعض ما أنتجه للجانب الأسري إلى جانب أدبي. مثلا هذا الكتيب الصغير آهن يا ولدي حتى نقدمه للشباب، يعني يمكن إذا سمحت لي أقرأ شيئا. جميل جميل. يعني أصوغ عباراته. ما فكرته؟ هو فكرته أن يتحدث على لسان رجل كبير في السن رأيته بنفسي. هذا الرجل جاءني في المسجد ويداه ترتعد وترتعدان، ثم يتهدج بكلامه، لحيته البيضاء تكللت بالدموع وهو يشكو من فلذة كبده. انطلقت مباشرة وكتبت هذا كله يعني. ثم بدأت يعني من هذه، فما بالك يعني هو الوالد يتكلم مع الولد حين أحوجنا الدهر إليه وصيرنا السن والمرض عالة عليك، وجاء اليوم الذي ترقبنا فيه الوفاء منك، قلبت لنا ظهر المجن فصرت تخدمنا وأنت كاره، تسمعنا تأففك وتحرقنا بنار تدمرك، وتعرض عنا كل ما حدثناك، وتماطل كل ما طالبناك، وتضمر في قلبك أملا في ساعة الفراق التي تليحك منا. آهن يا ولدي، غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أحن عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقت بك السقم لم أبت بسقمك إلا ساهرا أتمنى. يعني استثمرت الجانب الإبداعي في هذه الرسالة التي تعمل عليها. نعم. وأخرجت مجموعة والله الحمد من هذه الكتيبات أو الكتب. جميل. بهذه الطريقة المحاضرات التي ألقيها في هذا الجانب أحرص حرصا شديدا على أن أطعمها ببعض الأبيات الشعرية. الشيء أيضا بالنسبة للإنتاج الشعري انحزت إلى الأسرة كثيرا
فصرت أعبر عن مشاعري تجاه زوجتي تجاه أولادي وتجاه أبي وأمي أيضا. مجموعة من القصائد في هذه الفترة ازدحمت القصائد الأسرية أكثر من القصائد الأخرى، يمكن لأنني أحث الناس على هذا الجانب. انتهينا الآن أن نسمع شيئا من النص الآن نبدأ به قبل أن نتحدث عن يعني في هالسياق الأسري إذا ممكن مثلا. في السياق الأسري خلنا أقول لك شيء، يعني يمكن ربما في الطائرة العمل الذي أقوم به دكتور جعلني أطير في الجو تقريبا مرتين أو ثلاث في الأسبوع. الله. فأنا أتنقل بين الولدان من أجل هذه الرسالة، ولذلك أصبح بيني وبين الطائرة شيء كثير جدا من الحميمية، وفي الوقت نفسه هي تذكرني بأمور كثيرة أفرغ لنفسي. نعم. أيوة. فسواء على كرسي الطائرة أو في انتظار الطائرة، فإذا أحببت أقول بعض النقاط. نعم. أقول لها: أتدرين حين تحوم الهموم ويطبق في الروح جفن الغيوم، وتغدو الهناءات في أضلع يتيمات حب وأسرى سقوم. أتدرين حين رأيت الهضاب وطيارتي فوق هام السحاب، تشققنا من ظمأ واكتئاب وقد فضح الليل كيد السراب، فأغلقت رغم النداء في الطيارة فأغلقت رغم النداء الستور، لعلي أخرس نوح الدهور، فنادى الهوى ويح قلبي هوى، فغرد في الروح طير السرور. الله الله الله. ومرة ذهبت مدة طويلة فقلت لها: رفي على قلبي رفيف مغان، فرجولتي ظمآنة بحنان، طوفت تحرقني مواجد غربتي، ورجعت يسبقني إليك جنان. الله. يا بسمة الروح الطهور وطلعة الأمل الوضيء وهدأة الأشجان، هذا فؤادي يا حياتي، فامسحي رهج الشقاء وغوري حرماني. مرة وأنا في الطائرة وقد وضعوني عند الجناح وأرى امتداد الجناح هكذا، إذا باتصالها بالتليفون: ها كيف أمورك؟ طيبة الحمد لله. وكان في عمق الليل، أتوقع أن الساعة كانت بعد الساعة 12 حتما، يعني حصل في خاطري كثير من المشاعر. فقلت لها: وسهرتي مثل جناح طائرتي يحن إلي وهو الآن قربي. أسمع هدير المراوح. وسهرتي مثل جناح طائرتي يحن إلي وهو الآن قربي، تتقاسمين معي مكابدة الدجى في جوف سابحة كجبي، النوم جاف مقلتيك ولم يجاف فؤادك اليقظان حبي، قربي أحسك كل حين صبة تختال في أضلاع صدي، بالله لا تتعذبي نامي فقد أودعت في كفيك قلبي. قلبي لا إله إلا الله. وحقيقة دي مجموعة من القصائد يعني في هذا الإطار. يعني مرة كنت عند الناهضة: تطلين من قوة الطائرة كأنك شمس الضحى الفائرة، أمد إليك شفاه اشتياقي فتصدمني السطرة الماسرة، ويسكرني الشوق من طلعة تطارد مقلتي الساهرة، فأمسح عيني يا حلوتي وأهتك في داخلي ساحرة. الله 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 الله. هذه بعضها، ما أدري إذا كان تريد من هذا أيضا. أيضا إذا كان عندك شيء قريب. مرة كانت معي فقلت أو قالت: أتحسب أني عليك أغار؟ وزمت شفاها كما الجل نار، وشدت إلى الضوء رمشا سما وحاشاه من ذلة وانكسار، تضرج وجه الضحى وارتوت بحمرته وجنات النهار، لوت عن عيوني أجفانها وقد ظللت بطيوف الفنار، فلم يبق لي غير جيد فتي توعدني بلهيب انتظار، غضبت أيا ظبية حلوة إذا ذعرت تار قلبي وطار، تمنيت قربك دوما هنا وأن فؤادي هذا المطار. الله 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 الله. إلى آخر هذه القصائد. يعني يمكن حقيقة ما أدري يصير في نوع من الوحي العجيب، حتى مرة أقول: أنوح وأسوى وأهوي وأعلى، وأنت على الرمش والجفن كحل، أراك حيالي كأنك ظل،
وآنا أمامي كأنك طفل وحينا يفيض على الورد طل فأقطف والسعد مني يهل. الله في آخر هذه القصائد يعني. إذن أنا أسحب التهمة السابقة أن مثل هذه الاستشارات ومثل هذه السياقات قد سحبتك من عالم الإبداع والشعر، لكن ربما شغلتك قليلا. شغلتني كثيرا الحقيقة، يعني العمل دكتور لما دخلت فيه وجدت أن المجتمع يموج بهذه المشكلات، وأنها أصبحت تسحبني تماما كذاك الذي دخل البحر ليعوم على الشاطئ فوجد نفسه في وسطه. لكن الحمد لله من فضل الله عز وجل وجدت من يعينني كثير ولله الحمد، بل وجدت كثيرا الآن نداءات من كل مكان نريد أن نفتح مركزا كهذا المركز. وزارة الشؤون الاجتماعية الآن اهتمت اهتماما كبيرا خاصة الفترة الأخيرة بهذا الموضوع، فوجدت كثيرا من الناس الآن حولي يتقاسمون معي هذا الهم. دعنا نعود إلى السنوات الأولى، إلى دوي الإبداع الأول عندك. هل تذكر أول نص أو فكرة أول نص كتبته؟ أنت طبعا الأحساء لا شك أنه بلد الشعر والجمال والإبداع بشكل هائل يعني، ويعني الذي لا يكون من أبناء الأحساء شاعرا هذا يعد يعني خارجا عن السياق يعني. لكن هل تذكر أوائل القصائد التي نظمتها؟ يعني القصائد الأولى كما تعلم عادة الإنسان لا يطبعها وإنما تبقى ذكريات، لكني أذكر أنني كنت أكتب بعض المقاطع في حال الأمة في ذلك الوقت. كانت مشكلات كثيرة جدا يعني، كان من أمرها ما كان يفعله حافظ الأسد بالشعب السوري خاصة في مذبحة حماة. كتبت مجموعة من القصائد القصيرة واحتفظت بها يعني لم أشهرها، حتى أعلنت رعاية الشباب مسابقة في الشعر، فجاءني أحد الفضلاء اسمه الشيخ ناصر النعيم والآن قاضي الاستئناف، كان في ذلك الوقت في ثالث متوسطة وأنا في الثالث الثانوي، فقال لي الشيخ لماذا لا تشارك؟ قلت من قال لك أني شاعر؟ قال جرب. فكتبت قصيدة يعني كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حمدا لمن مدح النبي بآية كذا نالت بها الأخلاق أو فازت بها الأخلاق باستحقاق نظم، لكنها فازت في المرتبة الأولى ما شاء الله. وأتوقع ما في أحد ذكر ذلك اليوم، كنت وحدي يبدو في المسابقة، ولكنها دفعتني دفعة قوية. ولذلك أنا أتمنى الحقيقة أن نكثر من المسابقات لأنها تكتشف يعني هؤلاء الشباب وقد تأخذهم إلى حيث ولدوا من أجله أو ولدوا له أو ولدوا به على الأقل. نعم نعم. بعدها دخلت هذا العالم وصرت أكتب كلما دهمني الشعر، وأخرجت أول ديوان، هذا ديوان قلبي بين يديك هو الديوان الأول، ويمكن فاجأت المجتمع الذي ومحاط بكثير من العادات والتقاليد أكثر منها حقيقية حين أهديتها لأختي أم عبد العزيز. قلت لها إلى التي استمعت إلى أولى نغماتي وتابعت أولى خطوات إلى شقيقتي الكبرى. معنى الأسرة عميق عندك حتى في القديم. يبدو أنه حتى كنت قصيدة قديمة قرأتها في موقفي خادمة. نعم، وهذا قصيدة في هذا الديوان موجودة يعني. نعم. وهذه القصيدة سبحان الله يعني نالت أيضا استحسان كثير من الناس، ربما فقط لأنها لمست الشعور الإنساني. هل يمكن أن نسمعها الآن؟ ممكن نسمع منها. سبب المناسبة. أي المناسبة؟ أنا دخلت البيت أول خادمة في بيتنا، وكانت أيضا هذه الخادمة تستتر تماما يعني حتى وجهها تغطي، ودخلت فوجدتها وقد دفنت وجهها يعني في حضنها وهي تبكي، فسألت لماذا؟ فقالوا تبكي على أولادها. فعلى طول يعني سبحان الله قلت هجرت، هي على لسانها، هجرت مهد الصبا والموطن الحان، وعفت من أجلكم روحي وريحان، مضيت والشوق حاد في ركائبه، وحبكم زورق في نهر شريان، رحلت لكن فؤادي قيد وجهتكم أن اتجهتم، فهل في الدم سلوان أسير لكن إلى أين المسير، ولم أسمع جوابا سوى أصداء حرمان، تطير بي قسمتي في كل حاضرة ولست أرمق فيها غير أحزان. أنا حاولت أن ألمس مشكلة هؤلاء الخادمات، أنا لا أتصور الحقيقة الشعور الذي تخرج به الخادمة من بلدها وهي لا تعلم إلى من ستذهب. حتى قلت هنا
حتى إذا هبطت الطائرة أحسست قنبلة تستأثر الأمن من أرجاء وجداني، وبعد لحظة خوف كاد يقتلني جاء الرقيب بنا جمعا كقطعان، واصطف من حولنا قوم قد ارتسمت على وجوههم آثار إحساني، وراح صاحبنا يجلو بضاعته والقلب يصلى على نيران هجراني، ويلهج القوم من حولي برطنته في كل آونة باسمي وعنواني، واختارني واحد من بينهم فغدت تسري نواظره في كل أرداني، كأنه مشتر ألف مطالبه بعد الضنا فرحا في قعر دكان، وسرت أجهل دربي نحو صاحبة أم نحو زنزانة في ظل سجان، لكن رحمة ربي وهي غالبة آوت حبيبتكم في بيتها الثاني. وعدل آخر القصيدة. جميل جميل جميل. الحقيقة أنت تتسلل إلى معان لا يتسلل إليها غيرك. هل لأنك تعيشها في داخلك، أم كثرة معالجتك لشعر عمر بهاء الدين الأمير؟ يمكن هذه القصيدة أظني كتبتها قبل معايشتي للأمير، لكن أكيد الأمير لفت نظري إلى معاني كثيرة جدا في الجانب الأسري، خاصة في الجوانب اللي له علاقة بأولاده. هو أقل كثيرا مع زوجته، ولا أدري لماذا كان يسميها أم البنين، وحتى في قصائدها التي وجهها لها لم يلتفت لها كثيرا هي، وإنما التفت للبنين والتفت للمسؤولية وغربته شخصيا، لكن أكثر حديثه كان مع أولاده، ولفت نظري حقيقة لبعض المعاني الجميلة الرقيقة الراعية. يعني من بين الأمور دكتور، نحن أحيانا إذا أردنا أن نكتب الشعر نظن أن الشعر ينبغي أن يبقى في برجه العاجي، فلا يصح له أن يتحدث عن اليوميات، مع أن شاعر كبير مثل نزر قباني مع اختلافنا في مضامينه مع بعض مضامينه، إلا أنه استطاع أن يصل إلى جمهوره عن طريق هذه الفتافيت اليومية الأمور الصغيرة، وطوع لغة الشعر لهذا الجانب. الأمير فعل ذلك، يعني في نصف تفاحة قضمت، في الزجاجة التي كسرت، في النمل الذي كان يتتبع أثرها، إلى جوانب صغيرة. الحقيقة أن إنسانية الشعر هي التي تخلده، حينما نرتفع بالشعر من تجربة صغيرة إلى تجربة واسعة أتوقع أننا نحسن للقصيدة، لأن القصيدة لن تكون بنت شخص محدد. يعني ذكرني هذا، تأخر علي الإنجاب 3 سنوات ونصف بعد الزواج، وبدأ الناس يلوكون الحديث ويتحدثون، وربما يعني بعضهم يوصل الكلمة إلى زوجتي فتتأثر نفسيا. بعد هذا يعني أعطاني الله سبحانه وتعالى، وجاءت منيرة. منيرة ما شاء الله الآن أم أولاد، يعني أكبر مسعود. فقلت هذه القصيدة من أولها صبي على شوكة، لا أريد أن تختار منها كما السابق، أريدها كاملة. طيب، صبي على شوقي الموار إيناسا، وأشعري في زوايا القلب نبراسا، وصيري غربتي روضا به ضحكت كل الطيور، وناغى نوره آسى. منيرة أنت رغم الليل في نظري، مضيئة في فؤادي رغم ما قاسى. حبيبتي ما خبى حلمي بمقدمها، وقد سألت إله الناس لن ناسى. وما عوى اليأس في غابات غيبتها، وقد جعلت اصطباري خير من واسى. إذا الشياطين أوحت من وساوسها، صرعت بالذكر للشيطان وسواسا. بريدتي يا شذا روحي وبسمتها، وحلم عمري زهى في أضلعي ونمى. عطية الله يا بشري ويا فرحي، ونغمة الحب في ثغري إذا ابتسم. حبيبتي لو أطاع القلب صاحبه يوما، أحلت فؤادي ملعبا ودما. حبيبتي لو أطاع القلب صاحبه يوما، أحلت فؤادي ملعبا ودما. فذودي طفلتي لحن الطفولة في رجولتي، واسكبي من طهرها ديما، وغردي ملء دنيانا التي صدئت. عسى غناؤك ينسي الحزن والألم، وعلمينا أمان الروح، إن بنا شوقا إلى ساعة لم تمتزج بهما. الله 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 الله. هذه يعني قصيدة منيرة، ولا يزال طبعا إخوانها كلهم
يغارون منها لأنها نالت ثلاث قصائد أو أربع بينما لم أقل في الأولاد ولا قصيدة واحدة. هذا يدل على انحيازك للمرأة. إيه والله يظهر هذا حتى برنامج يبوح البنات. نعم نعم. طيب المعاني الأخرى مثلا، هل مثلا فيما يتعلق بالهم العام على مستوى الأمة كلها، هل لك إنتاج في هذا وافر؟ يعني في أكثر من قصيدة، كل تقريبا المشكلات التي مرت بالأمة والقضايا الكبرى زي قضية أفغانستان، قضية سوريا أكثر من مرة، قضية البوسنة والهرسك، قضية يعني هذا واجب علينا، قضية فلسطين التي هي دائما في قلوبنا أيضا نالت عددا من القصائد. في أيضا قصيدة أنت شجعتني على إلقائها بعد أن سمعت رأيك فيها، وهي معزوفة على أوتار السياد، كانت في قضية العراق بعد أن خرج خبر هكذا كان يقرأ كبقية الأخبار أن هناك 500,000 جائع في العراق وهي تسبح على بحيرة من النفط ويمر بها نهران وبها النخل الذي لا يوجد في أي بلد في الدنيا، هي غابة من النخيل كما قال السيد نفسه. فقلت له يا بدر يا ربابة العذاب، يا أنة النهام في شواطئ العراق، ويا تلمذ اليباب حينما تجوسه خطى السحاب، ويا تلمذ اليباب حينما تجوسه خطى السحاب بالظل والسراب، من غير قطرة تبل لهفة العناق، يا رعشة تسورت أنامل الذئاب فأرعدت وأبرقت لكنها تحطمت كومضة الشهاب، يا غصة محمومة السعال والدماء تحتز جوف ألف جائع وجائعي تغتال بالبترول والدينار والدعاء في جوف كل مجرم وطامع، أواه يا عراق يا رشفة مسلوبة المذاق، يا جنة تموج بالأعذاق لكنها وحرقة الأحداق مجهولة المساق، يحفها النباح والنعيق والنفاق، وفي العراق جوع وفي العراق غابة من الشموع ترقص الآفاق بالأضواء والدموع وترتدي مجامر الخنوع، ليدفئ العملاق في جزائر السقيع ويطفئ الشموع بالشراب، أواه يا سياب يا بدر يا أنشودة المطر حتى ما أنتظر أكاد أنفجر ونهري الممشوق للفرات ينحسر، وأنت كالصغار تشير للسحاب مطر مطر مطر، أواه يا سياب متى سينهمر وعند كل غيمة مراقب ومؤتمر، وعند كل غيمة مراقب ومؤتمر، ألم تزل تصيح يا عراق وقد رماك مثل ميت على السرير في الكويت، ترمدت رؤاك والسل في دماك من أجل حفنة من الكلاب تباع للذئاب، فلتلعق التراب ولتحتس السراب ولتذبح الأطفال ولتذبح الأطفال في مقاصد الرفاق من أجل أن تعيش كالذباب موقر الجمال. حسرة الحقيقة يعني. أي أيوة والله حسرة، وحسرة دائما عنها ومستمرة بإبداع الحقيقة وبصور مبتكرة. في الحالة الشعرية الراهنة، من يعني ما الذي يجذبك من الشعراء المعاصرين من الشعر المعاصر، ومن الذي يجذبك من الشعر المعاصر؟ يعني قراءاتك الأولى هل كانت في لما كنت في بداياتك، هل كانت في الشعر التراثي أو في الحديث؟ في البداية طبعا أكيد في التراثي، ثم كعادة كثير من الشباب الذين توجهوا للشعر في تلك الفترة توجهوا للشعراء الإسلاميين، ولا أخفيك أن كان هناك تحذير يعني من بعض الذين من حولنا من المربيين والأساتذة الذين يدرسوننا، لا تقرأ لكذا، لا تقرأ لفلان، لا تقرأ لفلان، ولا شك أنه كان له هذا ضرر فني وكان له أثر إيجابي تربوي. نعم. فبعد أن تخرجت في الجامعة وكنت قد قرأت لمحمد الحسناوي ويوسف العظم عبد الرحمن العشماوي وشوقي وحافظ إبراهيم وعدد من هؤلاء الشعراء، وكانت بعض القصائد أيضا ترد لشعراء لم نقرأ دواوينهم كلها كالأعظمي مثلا والزهاوي وغيرهم، حتى يعني جاءت اللغة العربية أو قسم اللغة العربية، وكان توجه للقسم لأنضج تجربتي الشعرية، هذا أكبر هدف كان.
ودخلت حتى درسنا عدد من الأساتذة الفضلاء المتميزون، وإن شئت أقول عدد من المتميزين يعني بالوصفين، منهم الدكتور صلاح الدين هادي، وهو محقق معروف ومتميز جدا حقيقة في التراث، استفدنا كثيرا منه. وجاءنا الدكتور عبد الفتاح الحموز، وهو بروفيسور وله كتب معروفة أبرزها مها التأويل النحوي، وقومنا في الجانب النحوي، وقد وكأنه تدسس إلى داخل قلوبنا فبدل شيئا أن النحو جميل ورائع ولذيذ وسهل، حتى أحببناه وعشقناه فكنا نأخذ الدرجات الكاملة، وهذا ترك أثرا كبيرا الحمد لله فيما بعد من فضل الله عز وجل، حتى في الجانب الأسري لما أقدم الدورات الأسرية وأقدم برامج أسرية، لغتي التي أخذتها من أساتذتي جزاهم الله كل خير وتفضل الله بها علي تحملني لله الحمد للناس بنوع من شيء من الإشراق اللغوي، وبعض الأبيات التي حفظتها هناك فصرت أقولها هنا. لكن حقيقة من أبرز الأساتذة الذين درسوني هو الدكتور إبراهيم الحاوي رحمه الله. هذا الرجل وفي الأحساء طبعا هو من الشام، وعاش معنا في يعني كل السنوات الدراسية، وكان أبرزها على الإطلاق مادة الشعر الحديث، وحفظنا في تلك المادة 400 بيت على الأقل، حسبناها من كثرة بالنسبة لنا، ما كانت قصائد، كان هذا الأمر أسهل، كانت مقطعات. إيه نعم. فكان بالنسبة لنا طلاب لماذا تحفظنا هذا؟ فقال ستدعون لي بعد ذلك، يا سلام، وأنا أدعو له إلى الآن. وقد أحرق أكبادنا بأنه انطلق من الأحساء إلى الأردن ومات قبل أن يدخل الأردن في حادث أليم ومفجع، ورثيته هنا في قصيدة ما أدري أنها عندي هنا أو لا، وكان مؤلما من الجانبين موته. لماذا؟ أولا يعني كان أستاذ له أثر، وهو الذي فتح أفق عيني على عدد من الشعراء المتميزين جدا بعد الحمد لله أخذت القاعدة العقدية التي أنجو إن شاء الله من إلحاد بعضهم وجنايتهم على ربنا سبحانه وتعالى بكلمات سيئة أو على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ديننا، ولكن عندهم بعض القصائد الفنية رائعة جدا ومتميزة، فصرت أستفيد من أقرأ الديوان، حتى بعض الدواوين لم تكن تدخل المملكة، فكنت أذهب إلى البحرين وأقرأ هذه الدواوين وبعضها أدخلها أيضا معي، وقرأت هذه القصائد فغيرت الحقيقة لون الشعر من التأثر بفلان من الشعراء، ويعني ماذا أقول الركض وراءه فقط واحد أو اثنين، إلى أن أصبح لدي أكثر من 100 شاعر أقرأ، أكثر من 1000 شاعر أقرأ بلا حساب، هذا ترك أثرا. ولذلك أنا أنصح حقيقة الشباب بعد أن يأخذ القاعدة العقدية ويسلم إن شاء الله دينه، وهذا أهم شيء يسلم الإنسان، يعني لا ليس هناك مصاب كالمصاب في الدين، أن ينطلق ويقرأ لشعراء مختلفين على أن يستصحب ربه سبحانه وتعالى ومراقبته عز وجل، وأن يعلم أن ما زلوا فيه ليس هو سبب إبداعهم، وإنما هم أبدعوا لأنهم تفردوا بهذا في حياتهم بهذا الفن وأخلصوا له، فلم يجدوا في حياتهم مثله، حتى أصبحوا هم وهو شيء واحد. ومن الطبيعي إذا انقطع الإنسان إلى شيء أجاده، ثم أيضا لا نعدم أن يكون بعض هؤلاء أصحاب ملكات شعرية ليست سهلة، يعني أصحاب ملكات شعرية قوية جدا، فجاءت هذه التغذية الشعرية فأصبحوا بهذه الملكات الكبيرة. هذا يعني أنا حقيقة يحرجني جدا دكتور أن أعين أسماء، فهذا تعفيني منه. جميل جميل. لنا صدر لك غير قلبي بين يديك؟ نعم، صدر لي ديوان آخر وهو على جناح الغادية، هذا الديوان دخلت به كما هذا يعني في جائزة أبها ونلت الحمد لله به جائزة، وأيضا قلبي لديك نال جائزة كذلك أبها، هذا في سنة وهذا في سنة. ما الذي يغلب على قصائده أم هو طيب؟ لا هو في مرحلة الحقيقة تستطيع تقول هي مرحلة وطنية، يعني خرج فيها الحس الوطني كثيرا، سواء من يمكن يعني مثلا القصيدة التي ألقيتها أمام الملك عبد الله حينما كان الملك عبد الله آنذاك وليا للعهد، وكانت الجنادرية، وأظن أني حصلت يعني في هذه القصيدة على دفعة جديدة، قصيدتان ثلاث قصائد لهما أثر كبير جدا يعني في الدفعات أو المراحل الشعرية. يمكن أول قصيدة هي القصيدة التي ألقيتها في المنطقة الشرقية بحضور لفيف من أدباء المملكة العربية السعودية، منهم الدكتور غازي السيبي والدكتور معجب الزهراني،
ودكتور سعد فتح مادي أبو مدين. يعني أظن أن الطبقة الأولى من الأدباء الذين كانوا في عام 1411 هجرية كانوا موجودين في تلك القاعة. ما المناسبة؟ المناسبة كانت جائزة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز للتفوق العلمي. وألقيت فيها القصيدة. بعدها دكتور غازي قصيبي قال وين خالد الحليبي؟ لم أذهب. حين يعني سأل لي كنت مع والدي وعمي ولم أستطع أن أذهب إليه. والتف علي مجموعة من الأدباء الدكتور غازي يبحث عنك. ثم تفاجأت بعد ذلك بأحد الكتاب كتب مقالة عما قاله الدكتور غازي قصيبي عن خالد الحليبي في تلك القصيدة. ثم تفاجأت مرة أخرى أن تركي الدخيل لصدركي أخرج كتابا حديثا لم أطلع عليه إلى الآن، لكن واحد صور لي هذه القطعة. الكتاب اسمه قال لي غازي قصيبي، فذكر أيضا يعني ما قاله. القصيدة العجيبة أنني بعد ذلك كل ما التقيت بأحد هؤلاء يعني القامات العالية في الجانب الأدبي يذكرني بها ولم ينسها، ولذلك تركت أثر طيب. أظن أن كل بيت يمكن أو بيتين كنت أحصل على تصفيق من الجمهور، وعمري ذلك الوقت كذا 20 سنة شاب صغير يعني، ولذلك كان لها أثر كبير في نفسي. يمكن لو أقرأ أولها إذا حبيت قلت فيها من نوري للشباب اللي كانوا موجودين أمامي مظهر رائع جدا، يعني الشباب الذين أخذوا الأول في مدارسهم في المنطقة الشرقية من شمالها إلى جنوبها، تعرف فيها أكبر منطقة في المملكة. نعم. فأقول لهم من نور أعينكم أضيء جناني وأصوغ من أشجانكم ألحان، أشرعت في نهري جميع زوارقي وجعلت مجدافي طوع بياني، وشرعت فارتجف اليراع على يدي فشحذته عزما فصاح بناني من أين أبدأ، فاستعدت توازن وهتفت من روحي ومن شرياني. يا أيها القلم الحبيب ألا ترى سحر النخيل وروعة الشطآن يتموجان على ملامح فتية في مهرجان العلم يعتنقاني، فأسل لهم نهر الجمال مرقرقا وانشر عبير مودة وحناني، فبهم إذا عمروا القلوب وأسرجوا خيل الإله سعادة الإنسان، وبهم إذا قدحوا العقول وأشعلوا همم الشباب عمارة الأوطان، بهم البداية في النهوض وإنهم مسك الختام إذا تجرد بان. الله. يا فتية الأمل الخصيب ويا غدا حرا تعهد طلعه الحدثان، شخصت قلوب المسلمين إليكم قبل العيون وهم بكل مكان. أنا أرفض الذي يقوقع المملكة العربية السعودية في خارطتها. المملكة العربية السعودية لكل المسلمين، هي يجب أن تكون قائدة المسلمين في كل مكان. أحببت أن أكرس هذه القضية، لستم بأبناء الجزيرة وحدها، فلأي أرض ينسب الثمران؟ من أرضكم للفجر أول دفقة وعلى خطاه يسير فجر ثاني، ركضت على ساحاتكم أنواره فسقت شغاف الواله الظمآن، بخرت عيون الحاسدين بضوئه فتحرك الحقد الدفين القاني، سلكوا إليكم كل درب أعوج والمكر خنجر خائن وجبان، زرعوا لكم ألغامهم براقة وتسللوا في الدار كالثعبان، لا يقربون حمى البليد وإنما أقواسهم ترمي ذوي الأذهان، لا تعجب الصياد كل فريسة فنباله تهفو إلى الغزلان، يا فتية الوطن الحبيب وروحه أمل يرجى فيكم وأمان، هذه بلادكم الرؤوم تحفكم في عرسكم بالحب والتحنان، أسهرتم طرف الطموح إلى العلا فسبقتم في حلبة الميدان، لستم بمن يجني الجوائز إنما البلد الذي أحببتموه الجاني، أنتم له نور العيون فلا تنوا عن بره بالروح والريحان، كونوا له في السلم خير بناته وإذا ابلهم الخطب كالعقبان، جمعت إليكم كالسحاب وفوده يروون فرحة سائر البلدان، من كل صاحب همة بلغت به في العلم والعلياء كل مكان، هذه تهانيهم تضيء وجوههم وأنا أهنيكم بكل لسان. ثم التفت إلى الأمير محمد فقلت وأهنئ الكرم الأصيل
إذ انتمى لقبيله كرم عظيم الشان جالت حدائقه بأجمل باقة فواحة بنسائم الشكران يختص طلاب العلوم وخير ما غرس الندى في واحة العرفان فاضت به كف الأمير محمد والحسن معدنه ذرى الإحسان يا نجلة من مدوا إلى الدين الجذور فأخصبت صحراؤهم بأمان وإذا تباهوا بالجدود فجدهم أرسى دعائم دولة القرآن يعتز قوم بالتراب وعزهم يشدو بأحرق ذكره الحرمان تلكم دعائمكم وهذا مجدكم والقصر رهن سلامة الأركان تنهار كل حضارة شيدت على غير الكتاب وسنة العدنان وتظل تشمخ في السماء منارة رفعت لواء العلم والإيمان. الله، هذه القصيدة الأولى، هذه القصيدة الأولى التي أثرت في المسيرة أو لا كانت نقلة الحقيقة كثير. والقصيدة الثانية، القصيدة الثانية كانت أمام الملك عبد الله حفظه الله، وهو كانت في الجنادرية كما ذكرت لك، ويعني قلت فيها طبعا نقلت على الهواء، هي قصيدة الجنادرية في الحفل الرئيسي. نعم، الحفل الرئيسي. أطلق عام كم تقريبا؟ أظن 28. أنا عادة يعني أحاول دائما أن أضع لها تاريخا، هي يعني طويلة أرجو من تطلب مني أقرأها كلها، لكن مقاطع منها أي مقاطع. 1423. أطلق خيالك كل الكون إلهام وارشف رحيقك كل الورد بسام طر حيثما شئت فالأجواء حالمة وأروع الشعر ما تهديه أحلام طابت رؤاك فما فاضت بغير ندى له مروج التقى روض وأنسام وطاب وردك حنت زمزم ولهن فهل لشعرك نحو البيت إحرام هناك قد أشرقت في الأفق نافذة أطل منها على الكونين إسلام محمد صلى الله عليه وسلم وضلوع الغار حانية اقرأ فقد أشقت الإنسان آثام إنسان عصرك مسكين تعبده في غفوة الروح أنصاب وأزلام فارفع دثارك حرر أنفسا مسخت عقولها في سباس الجهل أصنام لاحت بروق الهدى وانهل صيبها فأنشدت لربيع النور أكمام إسلامنا كالضياء الحر حين رنا بمقلة الحق فرت منه أوهام ما عاش في ظله عبد لنزوته وما لباغ طغى عز وأحكام دين العدالة والفاروق أطلق ما عاد في الحكم بين الناس أقسام ساوى الإله رؤوس الخلق غير تقى به تفاضل مخدوم وخدام إسلامنا داليات الحب دانية في ظلها لأسير الحرب إكرام دين السماحة سلح الطين حين غدا في كفنا النصر والأسرى وحاخام وكيف من صلاح الدين فابتعثت بعفوه من قبور الرفق أقوام لوحات أمجادنا يزهو الوجود بها قد طرزته بنان الدهر رسام حتى يعني قلت ما ضر شامخة الأعذاق عاد يمكن شامخة الأعذاق ترى تحضر كثيرا لأني حساوي ما ضر شامخة الأعذاق أن حشدت من حولها بسفيف الريح آكام أما دروا أننا في السلم ملحمة من الإخاء وفي الهيجاء أعلام وأسرة نحن عقد الفهد ينظمنا والحب يجمعنا شعب وحكام أرض الجزيرة سيف الله ليس له غمد يحد ولا للخيل إلجام أنا نظرت فأمجاد مرفرفة أنا أصخ فإجلال وإعظام صحراء
لكنها جنات ألوية على رباها يصب الفجر صمصام رمالها كنصيف الغيد لو سفرت للناس لانتفضت في الرمل أفلام في كل شبر بها آجام مأسدة فهل درى الغر ما وارته آجام ما مسها قط علج أو دنا طمعا إلا وفر وجيش الرعب قدام يا ابن الكرام وعطف الشعر ضمخه من عطر جودك تغريد وترنام إذا دعتك جراح الناس كنت لها طبيب قلب وإن أشجفك أسقام سعيت للفقر في أوكاره وبها زغو الحواصل محروم وأيتام فطبت روحا وطاب أنفسا وهمت غمامة من جنى الأفراح مسجام لا لكم هنالك شعب بائس وجل كأنهم في يد الجزار أغنام في كل يوم لهم نفس مهدمة على حطام دماها كم بكى عام تأبى المروءة أن ترتاح مهجتها وفي حشاها من الأحزان الغام فكلما دثرت بالصبر كارثة تفجر الحزن واجتاحته آلام عفوا أبا متعب إن جال في كلمي نوح الثكالى وأنت فيه أنغام ماذا ستهدي قلوب قطعت حزنا وما عساها تمج اليوم أقلام لم يبق في ذمة التاريخ راعفة إلا بكتنا وتبكي إثرها الشام صهيل تاريخنا يغلي فيشعلنا ونوح واقعنا ذلت به الهام هامت مدافعنا بالنوم والهفي ولم يعد في دم الأقوام إقدام ألليهود تكر اليوم ألوية وتنطوي لبني الإسلام أعلام يا ابن الأماجد في بيد الجزيرة كم شق العلا ما تهادت فيه أجرام إذا انتخيتك للأقصى فأنت له ذاك الحبيب وإن داجاك لوام آنست قلبك يهوى القدس تأسره همومها وسرير المجد همام في ساح مجدك خيل الله مسرجة يشتاق صهوتها في الروع ضرغام فانهض لها يا ابن من رد الحقوق ففي الشام الأباء وفي النيلين أهرام. الله 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 إلى آخر هذه القصيدة. قال لك شيئا بعدها؟ والله جاء في كثير من كلمات وكتب يعني لكن أنا أتمنى أن يكون إن شاء الله هذا الحلم حقيقة وهذا ليس بعيدا على أمة الإسلام. أسأل الله ذلك. والقصيدة الثالثة التي شكلت نقلة لا يلزم أن تقال لكن يعني ما قصتها؟ أنستني هذه القصيدة تلك القصيدة إن شاء الله أذكرها. هناك قصيدة أنا أعتبرها مهمة جدا أيضا وهي قصيدة بركان. نعم هي القصيدة قصيدة بركان. لماذا هذا السؤال؟ لأن لاحظ أن القصائد هذه هي كل قصيدة فتحت أمام شعري بوابة جديدة. يعني الأولى كانت أمام أدباء المملكة. تواصلت بعدين ودعيت لمجموعة من الأندية الأدبية لا بأس أن يكون في أنا في هذه القصيدة في هذه الحلقة. القصيدة هذه هي الثانية أمام العالم. أمام العالم نعم وأعيدت مرات كثيرة جدا في بعض القنوات. ثم جاءت القصيدة الثالثة فتحت الباب أمام الشعراء الإسلاميين لأن كان هناك اجتماع كبير جدا لا أظن أن رابطة الأدب الإسلامي العالمية اجتمعت مثله في الرياض وكان بسبب قضية البوسنة والهرسك. حضر حتى بعض وكلاء الوزارة ذاك الوقت وحضر أيضا وكانت بقيادة الدكتور عبد القدوس أبو صالح سلمه الله وعافاه. قلت فيها طبعا أحرقتنا قضية البوسنة والهرسك يمكن جيل اليوم ما يعرف ماذا حدث ذاك الوقت. المشكلة الكبرى طبعا كانت فيها هي أنها تطهير عرقي كل مسلم يموت لأنه مسلم يقتل لأنه مسلم فقط. كان من أكثر شيء أهزني فيها هو قطار وقوافل الأطفال قتل الآباء قتل الأمهات وقتل الأطفال لكن مجموعة من الأطفال يرحلون عبر أتوبيسات حافلات إلى أوروبا ولا ندري ماذا سيحدث هناك يعني كان الأمر مجهول. فقلت له قف يا قطار فإنني منذ انطلقت بهم كئيب ترتادني الغصص الدماء ويرتوي مني اللهيب وتثور في عيني أشباح الشقاء ولا تثوب قف
إنني من هؤلاء، وإن تباعدت الدروب بيني وبينهم حبال لن تقطعها الخطوب، وبراءة الأطفال تدعو نخوتي أفلا أجيب، دعني أسائلهم وإن لم يستطيعوا أن يجيبوا، لغة الدم المفجوع في خدي والدمع الصبيب، وجراح قلب راعي في الزفرات يقدحها الوجيب، دعني فإن الحب يبلغ ما يسر به الحبيب، وإذا تحدثت القلوب فإنما تصغي القلوب، دعني أحدق في صحائف لم تلطخها ذنوب، أستقرئ العبرات في أهدابها ومنن تلوب وأذوب، يا للجمر في أنفاسها لما تذوب، وأغيب في عينيني عربد في مآقيها الشحوب، يجتاحها ألم الكبار ويصطلي فيها الغروب، جمدت على أجفانها صور المجازر لا تغيب، وتلفتت فإذا المدى جثة وآلام تجوب، وملاعب الأمس الجميل تئن ليس بها دبيب، طوت المدافع حسنهن وأحرق الغصن الرطيب، لم يبق إلا مسجد يبكي وصربي غريب، وبقية للجوع أنفسهن وللخوف القلوب، في لحظة حيرة أمر من الردى كان الهروب، ورحلت فارتحل النهار ووجهه الضاحي القشيب، يا أيها الطفل البريء دعيت والمضياء ذيب، سلبوك من وطن يحن إليك وهو هنا سليب، قطفوك والزهر المرجى موته القطف الأديب، يا حسرتا إذا غدوت وأنت بينهم ربيب، تمتص دمعك بسمة وتحوطك العضد الكذوب، أهدوك معطف رحمة وحنوا كما يحنو الطبيب، لم تدري أن وراء بسمتهم توارى ما يشيب، ووراء كل هدية براقة جثم الصليب، لا يلهك الكلم المهذب إنه ذهب مشوب، وترقب السقطات لا بد أن يهوي المريب، لا تنس أمك كيف أدمى طهرها النذر الهيوب، صرخت ولكن ليس في الدنيا لنجدتها مهيب، يا ويح الشعوب ويح الشعوب، أما تململ حسها أمر عجيب، تجري وصوت القهر يجلدها ولكن تستطيب، شبت على العيش الذليل وفي براثنه تشيب، والأمة الخرساء يحجل في نواحيها النعيب، نامت عيون العز من ساداتها وغفت شعوب، لكن نار الأكرمين وإن خبت يوما تؤوب، مهلا قطار الماكرين فإنه يوم قريب، قف هؤلاء الصبية الأغرار بركان رهيب، فترقبا يوم انفجار فؤاده إني رقيب. الله، عادت البصر والهرسك إلى دينها بعد هذه المحنة العظيمة جدا، ويخبرنا الأخوة الذين يأتون من هناك بأن ذبت الروح الإسلامية، كان الناس هناك أسماءهم إسلامية لكنهم لا يعرفون دينهم والدا. على وقع هذا النص الرائع فوجئت بأنه يقال لي أن البرنامج قد شارف على الانتهاء أو انتهى فعلا. أنا سعيد بك يا دكتور، وسعيد بكل هذا التوهج وهذا الإبداع، وأمتنا سعيدة بأن يكون من موجهيها ومفكريها وأعلامها من يملك هذا الحس الشريف. هذا يعني رقة منك وليس غريبا على أديب رفع مثلك، وإنما أنا يعني طويل وصغير جدا وهاوي من هواة الشعر. رفع الله قدمك، أنا شاكر لك يا دكتور. الله يسلمك، وأرجو أن تعيدنا بلقاء آخر بإذن الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا لكم. شكرا، وآمل أن نكون قد قدمنا شيء يعني أمتع الشاعر والمشاهد لأنها متعة الأدب. شكر الله لك. مشاهدينا الكرام، هكذا انتهت الدقائق سريعة مع شاعرنا الكبير الدكتور خالد بن سعود الحليبي. شكرا لكم أنتم، وإلى لقاء قادم اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مدائن الشوق
لتسجل الحب شريعة رفاقة بين عشق الغيث والسحب. تميد في قبة الأنسام والهة على القواف كرمش العين والهدب. قطافها الورد من أفنان طيبة يفيض منها شذى اللندى في العشب. من أعذب الشر والآداب تحملها نسائم الروح تشدو دون ما نصبي.